والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. عودة مرة أخيرة إليك فاطمة. شكرا أميرة، شكرا سحر، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المتوقعة غدا على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 25، الصغرى 14، الإسكندرية 24-12، مطروح 21-12، بورسعيد 23-13، معلية 26-12، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 25-13، العريش 23-11، طابة 23-14، شرم الشيخ 24-15، الغردقة 25-16، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 27-13، أسوان 28-14، الوادي الجديد 27-12، شلاتين 26-15، حلايب 23-16، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.